حموضة في المرارة، حصو في المرارة، هذه جار البحث عليها. بس بشكل عام إذا أي واحد عنده حصوات يا جماعة الخير، يعني حصوات في المرارة ولا حصوات في الكلى ولا تسكيرات، يعني هذه المشكلة السبب الرئيسي، السبب الرئيسي اللي هو كلة الحركة والإكعاد. يعني تصوروا أنتوا قاعدين بالطريقة هذه زي حالاتي هلأ، الأفريج كتاعنا بنقعد لنا من 8 ساعات ل 12 ساعة، في ناس بجوز بيقعدوا 16 ساعة. طب أنا قاعد بالطريقة هذه، طب كيف في إشي بده يتحرك في الدم؟ الدم مش حينزل، حيستقر في منطقة الحوض عندي، لا بينزل ولا بيطلع، فيش إشي، لا في انقباضات عضلات ولا في حركة ولا شيء. طب في هاي الحالة حتى لو إيش ما تكونوا وتغذيتكم كويسة حيصير في ترسبات، لأنه فيش حركة، فيش دورة دموية. بس من أهم أساليب العلاج المشي والحركة لتنشيط، عشان تمنع الترسبات وتمنع الجلطات وتمنع تسكير في الكلى وتمنع مشاكل البروستات وتمنع المشاكل في البول. بدك تتحرك، بدك تهرول. إذا ما بنقدر مثلا نتحرك ونمشي لسبب صحي، ساعتها بدنا ناخذ ملينات، بدنا ناخذ مميعات للدم، مزبوط؟ ففي هاي الحالة شو المميعات الطبيعية والملينات الطبيعية للدم إذا إحنا ما بنتحرك؟ كمان بنرجع لكم كمان مرة لموضوع النقع في البانيو، لموضوع التبخير، التبخير لحاله والتعرض للبخار هذا لمدة 15 دقيقة، هذا بعطيك مفعول زي مفعول المشي لمدة ساعة من ناحية تنشيط الدورة الدموية، لأنك أنت بتحكي عن حرارة وبخار ومواد طالعة مع البخار وبتضرب في جسمك وقاعدة بتنشط فيه. هذا للناس اللي بيقولوا لي بقدرش أتحرك، مش عارف إيش الحجج الواهية هذه. الحركة لازم مطلوبة لمنع وعلاج كل هاي المشاكل، فيش اشي بيمشي بدون الحركة. حط مشد يا استاذ، ماشي يا خالتي، امسكي ووكر، مش عيب، مش عيب. الا استحوا ماتوا، ما هم الا استحوا يمسكوا الووكر ويمسكوا العصي بس عشان يضلهم يتحركوا، هدول هم اللي ماتوا، هدول مش اللي كانوا في الحمام وانحرك الحمام واستحوا يطلعوا برا وهم اللي ماتوا. اللي مات اللي خاف واستحى يحمي العصاي، لأنه بدهم مش واحد يقول له والله كبرت. اللي خاف ومات، اللي خاف من حمل الوقر وانه يطلع من الدار ويروح على الجامع زي عادته، عشان الناس ما يقولوا انه هاي حامل الوقر، ما هو كله حيمشي على الوقر وعلى العصا، يعني ما هاي سنة الحياة اولا واخيرا بدنا نمشي بالطريقة هذه. بس المهم ان نضلنا نمشي ونضلنا نتحرك، ما في إلنا حجة إلا إذا في عن جد عامل كتير كتير صعب إن نكون نتحرك. طيب هاي المياه مقدور عليها وهاي البخار مقدور عليه وهاي التمارين وانتو قاعدين والحركات ومش عارف إيش هاي مقدور عليها وانتو نايمين مقدور عليها، يعني هاي الحركة حجة إن مش غادر، هاي حجة فاضية ما بدنا نسمعها. في عندكم نعطيكم حلول كتير، مش بس تقوموا تمشوا وتهرولوا. شد عضلي في سمانة الرجل، سمانة الرجل اللي هي البطاط، وعملت التمارين الخاصة بحضرتك أحمد، خف الشد العضلي ولكن لسه تنميل، فماذا أفعل؟ بدك مغنيسيوم يا أستاذ، وبدك بوتاسيوم، يعني بدك أملاح، يعني بدك طريقة النقع هذه اللي دايما كلكم انقعوا جريكم انقعوا جريكم انقعوا جريكم، ولا حدا هون ولا حدا سامع ولا حدا عارف. طب أنا لما أنقع جري وحط الملح لحاله، الملح لحاله بشوف كديش كالسيوم وبوتاسيوم ومغنيسيوم، بس يكون ملح كويس، ملح من الهملايا، ملح من البحر الميت، ملح بحري، أبسوم سولت، ملح إنجليزي. هذا الملح اللي عندكم في البيت هذا مش ملح، هذا ملح مصنع، مصنع معناته 600 درجة حرارة مئوية بحركوه فيها حرك وبخلونا العنصر الصوديوم القاتل لنا مع السموم الثانية، يعني 100% بيكون كله ضار، بس هذيك أقل ما فيها هملايا ولا البحر الميت فيها بجوز يكون 80% الصوديوم اللي هو الطبيعي طبعا اللي هو ما حد تدخل فيه، والعشرين في المية بتكون مغنيسيوم ويود وصوديوم
وانا بهمني المغنيسيوم والبوتاسيوم اللي تخفف فعاليه الكالسيوم الكتير اللي موجود والبوتاسيوم سوري، لانه بديش البوتاسيوم كمان يدخل بزياده ويترسب عندي في الدم ويعمل لي تسكير مراره وتسكير حصوي وتسكير في مش عارف وين بسبب الترسبات، لاني ما بتحرك كمان مره. فهي الاملاح هاي ضروريه، بس اذا بدنا ناخذ الاملاح طبعا بدنا ناخذ الاملاح بدنا نتحرك، وعشان هيك الاملاح مفيده، مفيده كثير. هلا احنا اذا وضعنا الاملاح بشكل خارجي، انا بوصل المغنيسيوم والعناصر هاي للعضلات بشكل مباشر، يعني هذا ما بيعمل شيء، لا بيعمل زياده في الضغط اللي خايف على ضغطه، ولا بيعمل اي شيء لانها خارجي، هذا استخدام خارجي. فطمنوا خليها تخفف لكم من الضغط شوي، لانها هتخفف من الضغط مش هترفع، لانه الملح هيسحب الميه مش هيدخل ميه، الملح الخارجي بيسحب، دائما بيسحب. هذا هو خاصيه اللي بيعملها على قتل البكتيريا وقتل الفطريات، الملح قتل البكتيريا وقتل الفطريات وقتل الخلايا، يعني بيدخل على النواه بمص النواه، اذا شال الدماء المياه من الخلايا معناته بموت الخلايا، والاكثر الخلايا السيئه مش الخلايا الكويسه سبحان الله عندها مناعه للملح.